الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض يقولوا نحن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. السامع شنو استفاد؟ بمعنى أنه وإذا لقوا الذين، بينما هي صفة المنافقين كما بينت لكم، معناتها أربع آيات في حق المؤمنين من أول السورة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم تأتي آيتين في حق الكافرين، ثم 12 آية في حق المنافقين. لذلك هنا نقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، وإذا خلوا إلى شياطينهم، مش نبين الصفة الثانية نتاعهم، فخاطر وقت يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما تبينش المعنى المراد بالمعنى لم يتضح، فالمعنى هذا متصل بما بعده. أعيدوها، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وما كانوا مهتدين.
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ صادقين. قالوا سبحانك لا
نحملوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما صدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة ثم بعثناكم من بعد موتكم
المفسدين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيقرأها كم نجم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الشكل مش أجرهم. ردوا بالكم الشكل. انتبهوا اسمعوني جيدا. أيوة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أيضا في كلمة ولا هم ولا نقول ولا هم ولها. ردوا بالكم من حرف الهاء راه سواء كان متحرك بالفتح أو بالضم فإننا نراعي هذا الضم فنقول ولا هم ولا نقول ولا هم. أنت تسمع فيها ضمة صحيحة تنطق فيها ولكن هي خطأ فلا بد أن نقول ولا هم. أيضا فلا هم أعيدوها وطبقوا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن
إن